بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الرابعة بالتجارة الإلكترونية هي استكمال لموضوعنا السابق في المحاضرة الثالثة، وهو الأسواق الإلكترونية. استعرضنا الأهداف سابقا، وإحنا الآن نتعرف يعني عن الكتالوجات الإلكترونية بالأسواق الإلكترونية. وهناك يعني مفهوم شائع اللي هو المقايضة، وهناك المفاوضات. نتعرف على المقايضة والمفاوضة الإلكترونية كيف بتتم، وأيضا يعني التجارة الإلكترونية اللي هي الأم موبايل، يعني اللي هي عفوا الأم كوميرس، اللي هي الموبايل كوميرس، يعني اللي هي تجارة الهاتف المحمول. هذه طبعا منتشرة في الدول المتقدمة، شائعة إنه الإنسان يستخدم الهاتف. وإحنا الحمد لله الآن يعني بدأت تنتشر هون. الآن من جهاز الواحد الهاتف بيسترجع بيانات، بيحصل على معلومات، ممكن إنه هو يدخل إلى حسابه البنكي، ممكن إنه هو يعمل عمليات تحويل مالية. إذا هي عملية في أيضا تجارة إلكترونية. إحنا أول لما استعرضنا البائع الأمامي ذكرنا الكتالوج الإلكتروني. شو هو الكتالوج الورقي؟ احنا بنعرفه اللي هو هذا التقليدي، ولكن الكتالوج الالكتروني طبعا هذا الكتالوج هو عباره عن برمجيه تبنى في قواعد من البيانات، فيها فهارس، فيها قدرات بحثيه. شايف؟ اذا هذه الكتالوجات يعني تتضمن على معلومات عن السلعه، بها الشكل والمواصفات، وفيها اسعار متعددة. إذا فيها معلومات، ولكنها بتكون هذه الكتالوجات بتكون إلكترونية. أصنافها أو أنواعها، في هناك طبعا يعني كتالوجات ديناميكية، طبعا هذه إما ثابتة وإما ديناميكية. طبعا الثابتة اللي هي تعرض لنا الكتالوج، اللي هي تعرض لنا الصورة الثابتة دون تغيير، صورة ومعلومات عن يعني عن السلعة، صورة المنتج ومعلومات عنها. المتحركة اللي هي بتعرضها وبكون فيها هناك عرض متحرك، يعني فيها صورة متحركة أنيميشن، فيها تحريك للصورة. أما درجة الخصوصية فالكتالوجات إما أن تكون معيارية، يعني عن منتج محدد أو مواصفات محددة من المنتجات، وإما أن تكون يعني كاستمايزيشن، يعني بما معناه منتجات عامة مواصفاتها تباع للآخرين، وكأنها بتقول ماس كاستمايزيشن على سبيل المثال. وإما الكاستمايزيشن أو البيرسوناليزيشن اللي هي المواصفات الفردية أو المواصفات الخاصة بزبائن محددين. التكامل مع إجراءات الأعمال الأخرى، طبعا هذه الكتالوجات يعني بتمكننا أن نتكامل مع بيانات، عندما أنه يعني بما معناه أنه من خلال الكتالوج ممكن أنه مباشرة يضغط على أساس أنه هذه، وهو يعني بيعمل تصفح للكتالوج وجد السلعة اللي هو بده إياه يشتريها، فممكن من خلال هذه الصفحة أنه يضغط على يعني أيقونة معينة وتنقله إلى برمجية تسجيل الطلب، ويبدأ أنه يسجل طلبية الشراء، وبعد ذلك ينتقل لعملية الدفع ويدفع. وممكن أنه كمان يدخل للعمليات الحساب المحاسبية أو للموردين إلى آخره من خلال الكتالوجات هذه. إن الكتالوج أيضا يؤمن إلى أنه ممكن يكون يعني ثابت أو يكون متحرك، وأما يكون خاص أو عام. وأيضا هو يؤمن عملية أنه ننتقل من الكتالوج من خلال أي صفحة للمنتج، أنه ننتقل لأي برمجية موجودة، سواء أنها برمجيات اللي هي الطلب إعداد الطلبية، أو عمليات الدفع، أو عمليات الاتصال بالموردين، أو الاشتراك الاستراتيجي، أو أي شيء يعني عمليات أخرى ممكن تكون عمليات التصنيع الداخلية. والمقارنة بين الكتالوجات الورقية والكتالوجات اللي هي الإلكترونية، طبعا لما بنقارن شيء بشيء بنعرف نستعرض الإيجابيات والسلبيات. إيجابيات الكتالوج الورقي سهل إن ننقله، يعني نحمله معانا، وسهل نصفحه، لا يحتاج منا إلى لا يعني لا تكنولوجيا أجهزة ولا أجهزة تكنولوجيا برمجيات، ما بدأ شيء، سهل كتيب ونتصفحه. وإذا هو يعني سهل إن أيضا نطلع على هذا الكتالوج، وإنه سهل إنه يعني كمان نضع المعلومة فيه. أما الكتالوجات سلبياتها، إذا إحنا بدنا نجري تعديل عليها بعد إحنا ما نطبعها،
سهولة إضافة المعلومة يعني أو وضع المعلومة هذا بالأول، ولكن إضافة أو تعديل المعلومة يعني صعبة بعد ما يكون الكتالوج انطبع وتوزع. الآن نحتاج إلى يعني طباعة نسخ جديدة أو نسخة جديدة، ليست واحدة وإنما آلاف النسخ نغيرها مشان نعدل معلومة. أيضا لا يوجد يعني لا يمكن إضافة وسائط متعددة في الكتالوج الورقي. إحنا هناك بالكتالوج اللي راح نشوفه بعد ذلك الإلكتروني الوسائط المتعددة. طبعا شو هي الوسائط المتعددة؟ الصوت، الصورة، النص، الرسومات المختلفة، يعني أي شيء يعني ندمجه فيها. إنما في الكتالوج الورقي هل نستطيع أن نضع صوت أو نسجل صوت؟ أبدا ما فيها. هل نستطيع أن نخليها أنيميشن متحركة؟ أكيد لا. أما الكتالوجات طبعا ما قلنا ما إضافة عدم، ولا يوجد وسائط متعددة والمعلومة فيها محدودة لأنه استيعابها حسب الصفحة. إنما هناك طبعا بالكتالوجات الإلكترونية واسعة ممكن أن نضيف لها. إيجابيات الكتالوجات الإلكترونية سهل نعدل على المعلومة إمتى ما بدنا، هي كتالوج إلكتروني بس نجري تعديل ونعرض خلاص معروضة من خلال الموقع التجاري. أيضا نتكامل مع أي عمليات أخرى، هذه من السهولة، سهولة البحث من خلال أن نضع الاسم ونبحث، هو ببحث الكمبيوتر نيابة عنا، بيعطينا الاسم السلعة اللي بدنا اياها بيفتح عليها على طول. ممكن أن نضع يعني وسائط متعددة، صورة، صوت، يعني رسومات، خرائط، أي شيء إحنا ممكن نحتاج أن نضعه في بالكتالوج أو بصفحة الكتالوج. وسهولة الحصول على المنتجات الخاصة والخدمة طويلة الأجل والتكاليف قليلة لإعداد الكتالوج. وسلبيات يعني الكتالوج الإلكتروني يعني اللي هي إن نحتاج إلى مهارات في التعامل مع التكنولوجيا مشان نستطيع أن نصفح الكتالوج. لازم يكون عندنا فهم كيف نستخدم التكنولوجيا، الحاسوب والإنترنت، حتى أن نستطيع أن نصفح الكتالوج. الكتالوجات الخاصة، الكتالوج الخاص يمكن إعداده طبعا لشركة معينة أو لشخص معين، وهي نوعين الكتالوجات الخاصة. إما أن يصمم بأن يقوم الزبون هو اللي بيحدد شو المنتجات اللي احنا بدنا نحطها بالكتالوج. إذن الزبائن يعملوا على اختيار المنتجات، وبالتالي هنا صمم الكتالوج بناء على رأي الزبائن. والنوع الثاني اللي هو الكتالوج اللي فيه نظام اوتوماتيكي، يعني اوتوماتيك يعمل على تحديد المواصفات المنتجات التي يريدها الزبون. كيف؟ بناء على خبرة سابقة، أي بناء على إجراءات الشراء اللي بقوم فيها الزبائن، بنكون إحنا راقبناها لاحظناها ومباشرة إحنا بنصير نبني هذه الكتالوجات. إذن إما أن يقوم الزبون بتحديد المواصفات أو إن من خلال نظام إلكتروني يستطيع أن يتتبع حركات الزبون السابقة ويحللها ويضع ويألف أو يصمم الكتالوج. الكتالوجات، بناء الكتالوج الإلكتروني، إذن الكتالوج الإلكتروني لما يكون صغير يعني إمكانيات بناءه سهل، ولكن كلما كبر هذا الكتالوج كلما تعقدت عملية بناء هذا الكتالوج، لأنه تتعقد عملية البرمجة للكتالوج الإلكتروني. فنحن نحتاج لبناء الكتالوج الإلكتروني ما يلي: نحتاج إلى محركات البحث. احنا هلا عندنا جوجل، لما نبحث هذا جوجل محرك بحث، فاذا احنا نحتاج ان نبني محرك بحث مشان انه هو يمكننا من البحث داخل الكتالوج. وطبعا محرك البحث هو عباره عن برمجيه محاسوبيه تمكننا من البحث عن المعلومات في قواعد المعلومات. وسله المشتريات، وايضا هذه السله هي عباره عن تكنولوجيا وهي برمجيه ايضا تمكننا من تجميع طلبياتنا، نجمعها في سلة وكأننا في محل تقليدي نجمع في سلة في عرباية مشان احنا بعد ذلك نتمم عملية الشراء. ماذا نعني بالمقايضة والمفاوضة الإلكترونية؟ احنا بالمقايضة احنا نعرف كيف بتتم المقايضة التقليدية. طبعا المقايضة معناها ان يعني يتم تبادل سلعة بسلعة. طيب هذا على يعني بالحياة التقليدية بالسوق التقليدي، ان يلتقي البائع مع المشتري،
هذا معه سلعة وهذا معه سلعة ويتبادلوا بهذه السلعة، بتتمموا عملية البدل. ولكن بالتجارة الإلكترونية إيش معنى عمليات يعني المقايضة؟ ففي السوق الإلكتروني المقايضة هنا يعني تتم من خلال سوق يطلق عليه سوق المقايضة، وهذا السوق للمقايضة هو السوق الذي يقوم الوسطاء بتنظيمه وإدارة عمليات المبادلة فيه من أجل أن تتم بصورة يعني جيدة وبصورة كفؤة وفاعلة. إذن هو سوق إلكتروني مخصص للمقايضة أي للمبادلات السلعة بسلعة، والذي يقوم على هذا السوق اللي هو وسيط الذي يعمل على إدارة عملية المقايضة في سوق المقايضة الوسيط الإلكتروني. كيف بتتم العملية؟ خطوات إجراء المقايضة، اللي المستخدم بيبلغ سوق المقايضة بأن لديه سلعة ويرغب بمبادلتها بسلعة معينة بيحددها. إذن يقوم بإبلاغ السوق بما لديه هو من سلعة يريد أن يعرضها للمبادلة. عندها يقوم طبعا الوسطاء بتحديد السعر والمواصفات لهذه السلعة، ويحدد مقابل هذا السعر أو قيمة هذه السلعة بيحدد لها نقاط، يعني قديش بتأخذ وزن نقاط، فبيعطوه هو مجموعة من النقاط. يعمل هذا البائع اللي لديه السلعة يعمل على استبدال هذه النقاط من خلال سوق المقايضة، بيستبدلها بسلعة أخرى. السلعة اللي بده إياها بروح بيحصل عليها وبيعطيهم النقاط، هم بصير إنهم كمان لديهم نقاط وبيحصلوا فيها على سلع أخرى هم أيضا يرغبوها. يتوفر في مواقع المبادلة التسهيلات المالية، يعني سوق المقايضة والمبادلة لازم يكون فيه تسهيلات مالية، وأيضا تتوفر فيه العمليات السرية حتى أنه يستفيد المستخدم، يستفيد من النقاط في عمل اللي بيجمعها في عملية المبادلة. تجارة الهاتف المحمول أو التجارة الإلكترونية بنسميها في البيئة اللاسلكية. البيئة اللاسلكية هي ما يعرف عليه عنها بتجارة الهاتف المحمول اللي هي الام كوميرس أو الموبايل كوميرس اللي هي تجارة الهاتف. وتعرف تجارة الهاتف المحمول بأنها جميع الأعمال والأنشطة التي تتم من خلال الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المحمولة اللي بنطلق عليها. جهاز الهاتف لاسلكي، ممكن كمان جهاز الكمبيوتر إن نشغل عليه أيضا نت لاسلكي، وبالتالي يمكن أن نرتبط من خلال الأجهزة الكفية أو جهاز اللابتوب أو من خلال الهاتف النقال نرتبط ونتمم عمليات التجارة الإلكترونية. إذن جميع العمليات بالتجارة، بالبحث، بالبيع، بالشراء، بالمساواة، بإتمام الطلبية هي يمكن الوصول إليها من خلال الوسائط اللاسلكية، سواء الهاتف أو أجهزة الهاتف، أجهزة الحاسب المنقولة أو النقالة. أهم التطبيقات في الهواتف المحمولة، ماذا نستخدم الهاتف؟ نستخدمه كدليل للتسوق، فمن خلال الهاتف يمكن أن يتوفر لدينا دليل على سبيل المثال للأرقام الهواتف، هذا دليل، أو ممكن دليل للمحلات التجارية، أو ندخل على مركز مول ونحصل على الدليل ونفهرس ونبحث في هذا الدليل. إذن يستخدم في الوصول إلى دليل التسوق. ويمكن استخدام الهاتف للوصول إلى خرائط ووسائل الانتقال، يعني وأنا مسافر أستخدم الهاتف النقال للدخول على خريطة بلد أو دولة معينة، وأستخدم الهاتف إني يعني إني أطلع على الخريطة وإني أسلك الطريق أو الطرق المستخدمة في هذه الدولة للوصول إلى المكان اللي أنا أرغبه، أنا أصلاً ما بكون عارفه إلا من خلال هذه الخريطة. الحصول على التذاكر السفر، يعني ممكن من خلال الهاتف إني أنا أتواصل مع مكاتب الطيران وإني أنا أحجز تذاكر السفر. الوصول إلى الأخبار، كثيراً إحنا بيصلنا على الهاتف النقال رسائل أن نشترك بمواقع إخبارية، وبالتالي هذه المواقع الإخبارية إذا اشتركنا فيها من خلال الهاتف نستطيع أن نحصل على الأخبار المختلفة. يمكن أيضاً أن نصل إلى أنها تكون هي مسلية، ونستخدم الهاتف بالألعاب والتسالي المختلفة اللي هي ممكن أن نستخدمها. ويمكن أيضاً لنا أن نحجز، يعني نجري حجوزات مختلفة في مطاعم، بفنادق، بمستشفيات، ويمكن أن نجري عمليات الحجز فيها. هناك خدمات إضافية
مثل التعرف مثلا على حفلات تقام معينة لمطربين لفنانين، أو أن هناك محاضرات عامة كمان يلقيها يعني بعض المشايخ، أو هناك محاضرات لعلماء على سبيل المثال علماء في مجال الهندسة أو علماء في المجالات المالية أو الأسواق المالية المختلفة. شو القضايا المرتبطة بالسوق الإلكتروني من هذه القضايا اللي هي قضايا تصنف إلى قضايا السيولة وقضايا الجودة وقضايا يعني عناصر النجاح الحاسمة. قضايا السيولة، إحنا لماذا نحتاج السيولة؟ نحتاجها مشان نسير يعني الأعمال اليومية. إذن السيولة تمكن للشركة القدرة يعني على تسيير أمورها في الأعمال المختلفة، وإنها تستثمر أيضا أي فرص تلوح لها بالأفق، فهي تستخدم السيولة باستثمار هذه الفرص وبالتالي زيادة موقفها التنافسي في السوق. أما قضايا الجودة، فإحنا لما بنشتري من خلال السوق الإلكتروني، عفوا لما بنروح على السوق التقليدي إحنا بنسأل عن قضية الجودة وبنهتم ونطلع على السلعة ونجرب السلعة ونبحث يعني عن مدى يعني صلاحية هذه السلعة وجودتها. إنما بالتجارة الإلكترونية ما في عندنا هذا الكلام، إحنا يعني نتعامل مع السلعة من خلال ما هو مكتوب من مواصفات. إذا نحتاج هنا إلى ما يؤكد لنا هذه الجودة، وكلما كانت قضية الجودة مؤكدة فهذه إذا من القضايا اللي نهتم فيها ونحتاج إلى من يعطينا الثقة على هذه الجودة. الحلول المقترحة طبعا للجودة من خلال يعني التجارة الإلكترونية هو الحصول يعني أن نمكن المشتري أن يحصل على عينات مجانية من السلعة التي يريد أن يشتريها قبل أن يشتري هذه، وأن يوفر له فرصة إعادة المنتج. يعني نقول له أنت إذا المنتج ما هو بالجودة اللي إحنا حددنا لك إياها بالمواصفة بإمكانك أنت ترجع هذا، مما طبعا يؤدي إلى أنه يزيد الثقة لدى المشتري. طبعا الحل الثالث المقترح اللي هو توفير الضمانات وخدمات ما بعد البيع. لما نقول له احنا هذه نضمن هذه السلعه مثلا جودتها ان تعمل سنتين او ثلاثه، هنا يعني يطمئن، وانه هذه الخدمات طبعا مجانيه اذا صار لها اي شيء احنا يعني فنيا نضمن هذه السلعه. اما عناصر نجاح السوق اللي هي في هذه تعتمد على يعني مجموعه من العناصر لنجاح السوق، فهي اولا تحتاج يعني تعتمد على خصائص المنتج. فالمنتجات يعني الرقمية من خلال السوق الإلكتروني سهلة التوزيع، وهي يعني يمكن أنها تخفض التكاليف إذا خصائصها سهلة التوزيع، تكاليف قليلة ودورتها الزمنية قليلة. فإحنا في هذه الحالة طبعا يعني خصائص المنتج يعني هذه قضايا تتعلق بالسوق، نجاح السوق الإلكتروني. فكلما طبعا يعني كانت الخصائص جيدة وهي معتمدة وهذا تؤدي إلى النجاح. هناك خصائص بالصناعة، يصبح السوق الإلكتروني سوق أكثر فعالية، وكلما استطاع أن يكون هناك يعني وسيلة صلة ما بين البائع والمشتري، اللي هي طبعا المشتري لما نقول الصناعة هو المجال الذي يعمل فيه البائع. وهناك خصائص البائع، يعني هناك الخصائص المتعلقة بالبائع اللي هي يعني عندما يستطيع أن السوق الإلكتروني أن يقلل أو يخفض التكاليف بالبحث عن الباعة، ويمكن المشتري أن يصل إلى الباعة بأقل التكاليف وبسهولة، فهذا طبعا يعطي السوق خصائص جيدة. خصائص المستهلك، يمكن أن نصنف المستهلك إلى ثلاث أنواع: النوع المندفع بالشراء، والنوع المتردد، والنوع المحلل. حقيقة المندفع هو يعني هذا هو ما يشكل أكبر نسبة في الأسواق الإلكترونية، لأنه هذا بتحمل المخاطر وما بدرس وما بنظر إلى عواقب الأمور. ولكن نجد بأن هناك الكثير من الزبائن هم يعني إما أن يقوموا بالتحليل أنهم أصلا مترددين أنهم يتعاملوا مع السوق الإلكتروني. فإحنا طبعا المندفعين هم زبائننا ونحن نهتم فيهم، يعني لا نستغني عنهم، ولكن أيضا لا نترك المتردد ولا المحلل. المحلل الذي بهم الأسعار وبهم الجودة وبهم أيضا يلمس السلعة ويتأكد من جودتها، فهذول الأسعار الأشخاص أو الناس اللي يعني المستهلكين، يعني وهذه الفئة من المستهلكين أيضا نستهدفهم ونحاول أن نجذبهم بأن يكونوا زبائن. هذا كذا انتهت المحاضرة الرابعة.